فيقول تفاعل بالخير وتجدوا من حالي تروني والعلم عند الله اني برايم. انا افكر فيك والله اني افكر فيك وانا في الصلاه يا بعد. الله يغفر الذنب. الرجال هجته الهدى ما عاد الحين قايلين شيء. الله يطول بعمرك. تمنى برايم ما ودي يا اخي تسامحوني لو طلعت. تعال 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 بس ولد تعالوا بس شطرين تمشون ورا بعض تعالوا قعدوا معنا اقول تعالوا بس طايرين ورا بعض ورايحين جاي تعال يلا تعال تعال في فوق راسك ما عليك ما عليك شلوها وتعال شلوها وتعال يا شباب يا اخوي انت موقف في فوق راسك خلاص احنا نحبكم ونداريكم من السالفه هذه حجي احنا نحبكم تعال تعال لا تحبونا شكرا طيب خلاص نحب واحد فيكم بالثاني لا تعال خلاص صح واحد فينا يروح احنا كلنا ما تتركون بعض هذا بنجي بنجي انا بنجيب كرك انا ثلاثي معك ثلاثي ما ينفع ما ينفع انت ما ينفع ما ينفع تعال لا ثلاثي ولا رباعي تعال تبوني ثلاثي يا رجال ما يبون قربك والله بس تعال أه. والله ما يبون والله بيفكرك على وجهك بعد شوي تعال انا ثماني معكم انت ثماني 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 ايوه معهم هم ثماني توكل على الله انت وياه يد الله مع القمار يا غازي هاي بقول لكم حاجه ها يا غازي لا 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 بس ابغى اقول لك الله يستر عليك قول قول بقول لكم حاجه قول ترى سوالفكم تبي تضيع حباب منثوره اوكي تبي تشوفون مشهد الان كفو عادي شفت لو ان ولو ان السمج هذا ما هو موجود ما راح تحل الحياه بالضبط والله لابد في سماجه وملح الدنيا الدنيا فيها ملح فيها سامج وفيها زاخر حبيب والله حبيب انت والله تقرص فيها واحد يبغى يضرب يدي الحين عرفت الدبور ها يا اخوي ذبانه لا 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 والله كبيره شوف الفرق بين اللهجات والله اكثر احنا حبينا الدبور من اللهجه السوريه ايش تسمون انت نسميه دبور وانت دبير 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 نسميه دبور يا خالك كيفنا كرك كرك خلينا نروح اجيب معك كرك اقعدوا حبي اللي كفو والله كفو والله ضبط ضبط الله بلال بلال الكاسات التزبيط والامور ان شاء الله يا كفو بس اللي بالي بالك الله اللي عزنا ما لحد منا ما لحد منا الله اللي عزنا ما لحد منا خل حنا نقرا اذكار الله يجعل لك بندك يا اخي روح اقرا اذكار كرم فاهم اللي في غلط يا اخي قاعد اقرا اذكار الله خلاص يقول والله بغينا نقوم قبل شوي انت رايك الصاف انت تسولف قلت له قال يا اخي ابغاك تعيش ريال انت تسولف ساعه يا ابو حوت لا لا يقول يقول والله يا اخي احنا ودنا انك تستانس معنا وكذا قلت يا اخي ما ابغى استانس معكم لازم تستعجل لازم يعني تعيش الرياليتي انت وشيك عجل فقال قال لا لا بدي اعيش الرياليتي وكذا استغربت صراحه كلامه لا لا عاد يقول يقول نومتك ما هي بزينه زعلت على خفيف صوت العظام ما اعطنا خير هذا اليوم خير هذا اليوم ما اقول بعد ترك هذا وش الجرح يلا انت حييهم يا مرحبا والله انكم نورتوا وشرفتوا يا دروب كلام بي والله ما شاء الله في مركز هذه وانا كذا اشوى لكن خلي انزلها اوريك نزلها ولد ملي كسر نزل هذه انا فيني خمو نضوج كلنا والله اطلع اطلع فسحه فسحه يا رجال صلوا على النبي انا ابغى كل واحد منكم ياخذ هذه الاذكار البسيطه بسيطه لان بعضهم ترى يحفظ اذكار كذا في كثره هذه ترى ما تاخذ منك دقيقة اسلم ايش الشيء؟ سبحان الله والحمد سبحان الله لا تزور تكفى لا 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 تفضل انا بحولك شيخ خمس تفضل لا 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 غرز الله يوفقك في هذا اليوم قول يلا ان الله يوفقك في هذا اليوم اعوذ بالله هر 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 لا لا دي المعزة دي المعزة والله ما ده العود بيجي على طول شوية العودة
اول ما تقرا انا بعطيك. اقول لك اقول لها العب با ارجك كان الضوج با اولا لا صلوا على النبي لا كيف الشيطان يلغزهم ليه الشيطان ما لا لا الشيطان اللهم صل على النبي يلا يا بحور ما 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 قلبت عصفور يا اخي والله يا غنم جدي زمان هلا صفر لها انها تجي كلها جدي جد انت ايه ان انا وقت على النبيتر وانا ممكن في الجبال ايه كنا في الجبال انا معي فلونه اسمع ما فلونه مو هايدي هايدي ايوه كاننا في الحديقه اسمع كان جدي شيء دخل معنا مزرعة معنا بيتنا ام الحوش تعرف يبغون يسمتونه ولا هم مليون ثاني كلام يا اخوي لا والله يسمتونه غير يا اخوي معنا بيتنا نبغى نسمته نطبطبه ايه بيتنا انتهى زمان وكان مليان ثيل خضره وكذا وقال جدي احسن منا ما تقصونها خلني بجيب الغنم تاكلها كذا يومين ثلاثه هالباب المدخل البيت ما به البواب ما قد فتحت باب صغير كذا واو دخلت الغنم أثارية طلع من السلامة الغنم ذي تموت من شفت الطفشة حقت أهل الجنوب الطفشة ذي حقت النسوان تموت منها إذا قلت بها كذا هجدي على الباب يقول ما يا 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 وتدخل بشوي تحبه هو عم راعيها ولا معه راعي ولا معه يوم قلت بلا الطفشة كذا ما أدري إنها عند الباب هجي فابيه الدرب بهبله كوبه لا أدور الجدي منه حسبي الله عليكم يا عوال محمد حسبي الله كمل غلط بالزاد روح والله في النخاع كمل والله زاد كله ضبان وش السالفه وانا قايل كذا شوف 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 الصيد كمل المهم يا والله غلط والله مع المهم يا عودي والله يزعل علينا وطلعها من ذا الحوش والله جدك صح صحتك قويه ما قلنا اسمع اول شيء الاذكار عشان تحسب لنا ان شاء الله لا تحسب لنا يوم القيامه هذه الجلسه الله يكرمك الاذكار تقرا اول شيء ايه الكرسي نعم ثم تقرا قل هو الله احد ثلاث مرات ثم تقرا قل اعوذ برب الفلق ثلاث مرات ثم تقرا الناس ثلاث مرات بعد ما تنتهي من هذا الصباح والمساء بعلمك لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد 10 اذا قدرت 100 فتروها تشفي من العين بعد ما تقرا 100 يعني 100 او 10 كيف لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هذه تقراها تسهلها ايش طريقتي اقراها كذا لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء كذا 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 خلصت 5 هذه تكمل 10 تبدا الحين في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الى ان تخلص 10 تبدا بعدها فيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عرفت 10 تنتهي منها بسم الله الذي لا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء السميع العليم بعدها اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه اعوذ بكلمات ثلاث عرفت بعدين تقول اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق هذا ترى ثاني ختمة ثم تجي تقول اللهم انت الله لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدي ووعدك ما استطعت ابوء لك بذنبي وابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب هذا ترى سيد الاستغفار تصحيح ولا صحيح بعدها تجي في سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمه ثلاث مرات بعدين تقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات اللهم اني امسيت او اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك لا اذا هو مساء تقول اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمد عبدك وان محمد عبدك ورسولك هذه اربع بعدين تقول امسينا وامسى الملك لله وامسينا على مله الاسلام هذه ترى من راسي هذه ما والله ماني اعرفها لكن انا دائما اقول امسينا وامسى الملك لله وامسينا على مله الاسلام وامسينا موحدين غير مشركين ومصلين لا اللي مراتك ما نبيها هذه من راسي لانها خطاب مع الله لا لا ما نبيها احنا نبي شيء ذكر والله اني ما احفظها هذه اللي احفظها بس هذا يظل الله وجهك ولكن اللي جبتها كلها انا كنت اتساءل كنت اقول كيف انسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرا وهو يقرا الاثرها انسحر قبل نزول المعوذات قبل نزول الناس والفلك
والأحد والإخلاص والإخلاص. كنت أقول الأحد فأنا مولي عرفت. فهذه ترى مهمة، ترى لو تقراها تكفيك، لكن هذه تثبت صح. وترى اللي بقول لك زي التأمين، لكن انتبه تخربها بالأغاني بالنظر الحرام والله نتكلم غيبة. أنا سألت شيخ قلت في هذا، وأنا عالج واحد مش أخويا، يقول يلا الله يشفيه ويشفي زوجته ويشفي والدته. آمين. إي والله. فقالوا ما سببها لأن الرجال ما يحافظ على أذكاره، هو في على أذكار بس ما يحافظ عليها. إيش مثلا يسمع أغاني يغتاب. إيه. لازم تكون أنت محافظ على نفسك. تدري وش اللي قابلها في نفس الوقت؟ أن الناس ما عاد يذكرون الله. إيه. يعني أنت صرت ما عاد تضمن الناس وتقرأ أذكارك، الناس ما عاد تعطي خير. يعني الرجال شاف له شيء حسن ولا شيء زين عند إنسان يدعي الله أن الله يرزقه، ما يخليها مبهمة كذا، لا يذكر الله وتفيق نفسها تبغى الشيء ذا وهو ما يدري أنه دمر الإنسان هذا ودمر حياته. فذكر الله طيب، يا أخي لا شفت لك شيء زين ما شاء الله تبارك الله أعجبك ودك به، يا الله يا رب إنك ترزقني مثل ما رزقتك. بعضهم يا أخي في قلبه مرض يدعي أنها تروح منك، يدعي بزوال النعمة منك ما يدعي أنها تجي، يدعي بزوالها منك. والله العظيم الله يكفينا منهم. على قول مقرن والله به تاجر أعرفه أنه خسر مليون ريال سعودي، خسرها علشان واحد ضعيف في السوق جاء رسى عليه مشروع بست متر، قال كذا مزاجي والله ما يأخذه مليون. يلا من شر حاسد إذا الله يسترزق. يا أخي عجبني في جدة قابلت واحد فيه 12 بقالة على البحر عرفتها. الله سبحان الله كل واحد رزقه يجي الكشك. لا 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 محلات محلات اللي قدام مش اسمها ذاك الكيك اللي يحطون عليه كذا. ايوه كريم. عرفها. لا وش ذا يلاقى يصورون سناب في لقى قلب ذي كذا قالوا اعطى واحده والله احفظها. لا والله يا اخي يقول لك مثل زمان عند الاولين دكان بالدكان والرزق على الله صح ولا لا؟ اي والله الله يمنعني من مقرن. الله يرحم والديك. والله اني صادق. كم قلت في السوق؟ قد قلتها مقرن مثلا انت؟ ما في خساره، الحريم ما منهم خساره الحريم. ما الزوج ما في خساره الزواج. منهم خساره صار ثلاث. الزواج ما في خساره. يعني واحده. الزوج ما في خساره. واحده اوكي واحده بس انت. واحده الحين كم عمرك الحين؟ انا؟ ايه؟ لا ما بشوفه. ليه يا ابو انا اقصد انك يعني بعد برنامج تاخذ لك واحده وتعيش معها عمر، واذا قدر الله وصار في مشكله ما انا قد احترم مشاكل عشان زوج ثانيه يعني اذا قدر الله من الثلاث من واحد عشان بعد يصير مشاكل يمشوا معك كذا النظريه اصطدمهم بالواقع. النظريه هذه للامانه يا سلطان نظريتك هذه ما شوف هذه مهم نظريه، هذا اول شيء دين وشرع. شيء ثاني ما قلنا احنا كيف الواحد إيه؟ كيف الواحد يتحكم بالشرع وذا انه هل عندك القدره انك تاخذ ثلاث حريم؟ ها؟ القدره عندك قدره تاخذ يا اخي ترى مشكله راسك يصدع سقطاتك سقطاتك لا لا بس راسك ممكن يصدع لا عندك شغل طيب ترجع شلون؟ طيب عندك سفريات عندك ها؟ شرك فالحياة لازم تستقر ماديا نستقر مو بهالدرجة عائليا المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله الله يعني ما قلنا شيء يعني هذه انا قاعد اقول لك هذه آية وردت في القرآن الكريم يا ولد ولكن ما ولكن عادي يا اخي ما ادري سلطان صراحة رجال ما صدمتني للأمان والله راجل شوف الرجل لما يكون عارف قدراته خلاص يحدد مصيره ومستقبله يا اخي ما قلنا لا ولكن يعني مد الحافك على قد رجليك طيب الباب اللي يجي منك ريح سده واستريح الباب اللي يجي منك ريح الباب اللي يجي منه ريح سده واستريح ممتاز يعني طيب انا اقول لك ثلاث حريم بيجي منهن مو بريح بيجي منهن عجه اواصف لا عاد انت عاط يعني واحده ممكن يجي منها زي ما تقول هواء نسمه نسمة يا سلام طير رومانسي ما عندك رومانسي طير رومانسي يغرك لو اخذت ثلاثة ولا اثنتين والله خليني منك مجرم لو اخذت واحدة ايش فيك والله يقول مستحيل كيف نروح نشوف حالة وين يا حبيبي نبي قهوة نبي حالة مش قهوة خلينا نروح الفتشي يلا ما في الهندي نايم الله يهديه خلينا نشوف يمكننا يشوقنا يشوقنا على القهوة ايش يقول ذا؟ ما ادري ايش يقول